احنا معانا على التليفون النائب عصام هلال عفيفي، امين عام مساعد حزب مستقبل وطن. صباح الخير على حضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم، وصباح الخير على مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. بدايه لو جينا اتكلمنا عن دعم حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسيه المقبله. خلينا نقول ان احنا طبعا في حزب مستقبل وطن امبارح صدرنا بيان بنعلن فيه تاييدنا لترشح السيد الرئيس لفتره رئاسيه ثانيه، وكان هذا البيان او بيان التأييد ده كان عنده منطلقات من واقع عايشينه كلنا. منطلق كم انجازات محتاجين ان احنا نحافظ عليها ومحتاجين ان احنا نستمر بيها. بس خلينا اقول لحضراتكم ان قبل بس ما نتحدث عن الانجازات، وكلنا شهود عيان عليها والحمد لله تعالى شهود عيان من جنوب مصر حتى شمالها من اسوان لمرسى مطروح. دائما ابدا وانا بتحدث عن انجازات وأتحدث عن واقع عايشينه كلنا وشايفينه في كل قطاعات الدولة، دائما أبدا بحب أستدعي مشهد 2011-2013. هذا المشهد اللي كنا وصلنا فيه لشبه دولة، وصلنا فيه لحالة يرثى لها من الخدمات والمرافق، وحالة وصلنا فيها شبه إن إحنا كانت الدولة المصرية مش قادرة على سداد مرتبات موظفينها. أيوة. وصلنا فيها الحالة بعدنا الإقليمي، يعني بس خلينا نمثل بس بحالة وحيدة كده. أيوة. طردنا من الاتحاد الأفريقي. خلينا نقول كتير وحصول الإنتاج الإعلامي وقتل أولادنا وحرق الأقسام حالة 2011 و2013. وأنا بستدعي هذا المشهد الآن. كان الأمن فيه. كان ملف الأمن حلم في حد ذاته. وخلينا نقول وأنا بستدعي هذا المشهد أنا لا أستدعيه للترهيب أو للتخويف أو لنوع من أنواع خلق حاله من الذعر، ولكن انا بستدعي هذا المشهد عشان نكون واحنا بنحكم على الواقع اللي احنا عايشينه الان. أيوة. نبقى حكام عدل، نبقى ناظرين لما وصلت اليه مصر في فتره حكم، يعني في عمر الدول 10 سنين دي مش فتره، في عمر الدول وتقدم الدول وتنميه الدول 10 سنين مش فتره، فتره قصيره جدا جدا جدا. أيوة. لحجم الاعمال، فانا بستدعي هذا المشهد عشان لما نيجي نحكم على هذه الفتره تكون بنظره واقعيه، لما نيجي نتحدث عن هذه الفتره نبقاش ظالمين لهذه الفتره. كان لي انجازات في كل قطاعات يكفيني ان انا اقول لحضرتك بس ان احنا وصلنا لمرحله في اللي انا بستدعيها حاليا 11-13 حاله من الشيخوخه ومن الهرم للدوله المصريه. احنا الان في مرحله السيد الرئيس بيحول الدوله المصريه الى دوله شابه. كم المدن الجديده اللي يعني احنا لو حسبنا حتى جغرافيا احنا طول عمرنا حوالين النيل، وعارفين كل التكدس السكاني في منطقه محصوره لا تمثل شيء من الاراضي المصريه. كم المدن الجديده اللي اتعملت؟ كم التغلب على ظاهره من اسوء الظواهر اللي كانت عندنا العشوائيات؟ كم الاسكان الاجتماعي والاقتصادي؟ هو ده ربما اللي هيخليني اسال حضرتك، يعني على مستوى القواعد الشعبيه لحزب مستقبل وطن، كيف سيتم يعني استغلال المواطن اللي استفاد من مبادره حياه كريمه؟ اللي اتعالج من فيروس سي، اللي استفاد من الطريق سواء تاكسي، اللي تغيرت حياته في العشوائيات، ضد المواطن اللي ربما شايف ان الاسعار غليت ومش شايف ان في اي تغير في حياته. حضرتك اظن مسؤول حزبي وحزبك موجود في كل القواعد الشعبيه، ازاي انا هستغل المواطن ده واوصل هذه الرساله للمواطن الاخر؟ خلينا اقول ان احنا يعني التطور اللي حصل في التنميه في مصر والقطاعات اللي حصل فيها النمو في كل القطاعات، يعني انا ما عنديش قطاع بعينه اقدر لا ده عندي زي ما حضرتك اشرت كده قطاع حياه كريمه اللي بيمس كل كرة مصر، عندي قطاع الصحه وموظف مليون صحه. خليني بقى اقول لحضرتك دورنا احنا كحزب، انا اتوجه لسؤالك مباشره، دور حزب مستقبل وطن وخاصه ان حزب مستقبل وطن هو حزب الاغلبيه وحزب يملك من التنظيم الحزبي والقواعد الشعبيه اللي موجوده في كل قرى مصر في كل قرى مصر. دورنا احنا الوقت يمكن احنا ببيان امس دي مرحله احنا برضو ناس ملتزمين قانونا ودستوريا حتى اعلان الهيئه الوطنيه وفقا للقانون والدستور، الهيئه الوطنيه هتعلن فتح باب الترشح واجراءات الترشح. احنا في هذه المرحله في مرحله تاييد الترشح والحث السيد الرئيس على الترشح لفتره رئاسيه ثانيه. هينقلب الحال بعد اعلان الهيئه الوطنيه للانتخابات بمواعيد الانتخابات واجراء الانتخابات والترشح وفتح الفترات الاعلانيه والدعائيه والمؤتمرات وما شابه، هينتقل تنظيمنا الحزبي في كل ربع مصر في انتشاره في كل قرى وشيخات مصر لعرض انجازات الدوله المصريه، لعرض انجازات السيد الرئيس خلال ال 10 سنوات اللي فاتت. محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض، يعني برضو خليني وانا بقول هذه العباره تحديدا
هذا المشهد الاخير اللي بنعيشه الدوله المصريه الان اللي هي الحوار الوطني. هذه الحوار الوطني والدعوه اللي دعاها السيد الرئيس في افطار الاسره المصريه قبل الماضي وحاله الحوار والتشاركيه من كل الاطراف السياسيه للدوله المصريه وفي حاله حواريه، احنا هننقل هذه الحاله ان احنا يبقى في حاله حواريه من حزب مصطفى الوطن وتنظيمه الحزبي لكل قواعده الشعبيه وانتشاره في وسط مواطنينه لنقل انجازات الدوله المصريه اللي بيلمسها. احنا مش هنتحدث عن ما سيكون او عن امال او عن لحظات او عن رؤى، لا ده انا هتحدث عن الواقع الكل ملمسه، تغلب عن العشوائيات موجود، حياه كريمه منتشره في كل مصر بما بقى فيها تنميه للحجر من صرف صحي ومياه ومراكز الشباب ومجمع خدمات، تنميه للبشر في تنميه بتقام من حياه كريمه على البشر، ودي موجوده على قطاع الصعيد او قطاع القاهره او قطاع بحري فقط. هذه المبادره موجوده في مبادره مليون صحه اللي موجوده في كل ربوع مصر، المدن الجديده زي ما حضرتك اشرت لحضرتك، كل قطاعات الدوله النقل والمواصلات والطفره الكبيره اللي حصلت ولولاها ما كنا وصلنا. سياسات الاحتضان الاقتصادي للبعض في لحظه من اللحظات عاد عليها او لمها، لا بالعكس، سياسه الاصلاح الاقتصادي اللي كتبها السيد الرئيس في فتره من الفترات هي دي اللي خلتنا احساسنا او قللت الصدمه بالازمه الاقتصاديه اللي موجوده حاليا. فسياسات الاصلاح الاقتصادي قللت كثير من، لا لولا سياسات الاقتصادي اللي كتبها السيد الرئيس في الفتره الماضيه ما كنا احساسنا وفق الازمه العالميه اللي هذه الازمات العالميه التي اثرت على العالم كله تاثرنا بها. يمكن ان نعلم جيدا واحنا كحزب مصطفى الوطن نعلم برضه ان في بعض المعاناه لدى اهالينا ومواطنينا، ولكن سياسه الاصلاح الاقتصادي اللي تبناها السيد الرئيس منذ 2018 هي اللي قللت احساسنا بهذه الازمه. وبالتالي ده دورنا الدور التالي اللي بعد تاييد الترشح اللي هو الانتشار في وسط جموعنا ووسط مواطنينا، وينتقل بقى بعد كده الدور الثالث اللي هو اثناء المرحله التاريخيه من تسهيل وحجز مواطنينا للاتلاء باصواتهم. طيب خلينا نتكلم عن الدولة المصرية وحجمها وثقلها في الشرق الأوسط، وهي بتعتبر رباء، يعني ممكن تكون رمانة الميزان فعلا لما نيجي نقول إن كان دولة بحجم مصر وصلت لمرحلة إنها كانت تراجعت شوية أو ما كانش الدور الخارجي بالذات في أفريقيا بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. ملف السياسة الخارجية وده واحد من الملفات المهمة جدا اللي حصل فيها تغيير جذري في ظل يعني قياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني اقول لحضرتك احنا وانا برضه بستدعي مشهد 2011 و13 اتذكر حاجه بسيطه جدا حصلت في هذه الفتره وهي طرد مصر من الاتحاد الافريقي. رجعنا بعديها رؤساء الاتحاد الافريقي. شايفين الوقت قد ايه دورنا الاقليمي ودورنا العالمي وان احنا بقى اصبحنا رقم فاعل في كل ازمات المنطقه، مصر هي رقم فاعل وفعال في حل كثير من الازمات اللي بتدور حالينا في المنطقه، مصر بتتمتع بعلاقات زي حضرتك ما اشرتي على المستوى الافريقي، احنا فتحنا على كل افريقيا، مصر دلوقتي بقت ليها علاقات وعلاقات طيبه ومتميزه وعلاقات مصالح، لان مصر سياستها ودي سياسه تحديد هي طول الوقت هذه سياسه ثابته ومستقره لدى السياسه الخارجيه المصريه، ولكن تحديدا في الفتره الاخيره انفتحنا على افريقيا، عدم التدخل في الشان الداخلي لاي فتره، الحفاظ على الدوله الوطنيه دائما ابدا، احنا مصر في تدخلها وفي مساعيها لحل مشاكل الدول او المشاكل في المحيط الاقليمي بتاعنا، دائما مصر بتحرص على استقرار الدوله الوطنيه، وعلى ذلك مصر تتمتع بعلاقات يمكن اسهل علاقات في العالم كله، علاقاتنا مع شرقا وغربا وجنوبا وشمالا دون تحيز، لا بتربطنا علاقات طيبه ومتميزه، بتحظى باحترام كل العالم مع كل العالم مع كل الاطراف، وزي ما حضرتك اساسي احنا اصبحنا الان في علاقات متميزه للغايه مع صحيح. إذا حزب مستقبل الوطن يعلن تأييده لترشح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة. بنشكر النائب عصام هلال عفيفي أمين عام مساعد الحزب على هذا التوضيح وعلى ذكره وتحليله لبيان الحزب بخصوص هذا الترشح.